سلام. ورق سلام. ورق صغير. شوف الورق صغير. هزتك فوق. هزتك فوق. هزتك فوق. امشي. فما شيء زيد لوش زيد شرفوا كيم كونغ معك اسمك الحقيقي في بطاقة التعريف منير لوني منير لوني وانتي عمد علي المبرور بارك فيك في بالكم الزوز مجدودين بقيمة 60,000 دينار بو 10 بو 50 نقود مزيفة أنا شوية وراق شوية كويغت مزينة كويغت مزينة عم رشيد ايش اعطيهم حكم الكويغت المزينة تاع صغار يقرأوا بهم حسب المجلة الجنائية الفصل 188 من القانون الجنائي جويلية 1962 كل من زور أو ساهم في تزوير الأوراق النقدية مآله من 20 سنة إلى المؤبد الإمضاء الملازم الأول رشيد الرماح عليه هي قلت لي الروح احنا اه بابا لكن حبيت اقتل الروح بابا شوي وراق زينة فهمتي و زينين شوي ودي ساني مي اه شكون المعلم متاعكم هذا تكلم يتكلم ستيفانو ستيفانو انا بدينا نقربو اي اسمه الحقاني هذا ستيفانو هذا اي مصطفى مصطفى شنو مصطفى الأصبر مصطفى الأصبر قدام العمل ايه عملته؟ دي حاجة خفيفة شنو اللي حكيه انت اربع مرات ولا 12 مرة بالله كيما اربع كيما 12 مرة عم رشيد نمشي نتحرى على مصطفى الأصبر ونرجع لك وقدام لميته فلوس فيها لحكي انتك حاجة خفيفة متاع 90 مليون 80 مليون عنا مهزينة يا خاتينة والمهمة بتاعكم شنية كانت؟ خاتيني انا نسوق وهو يفرق وكل مره انت تسوق وهو يفرق ما عاد بوستاجيه في الحكايه انتوما ها اقف 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 غادي اقف غادي فيس جنبه انت غادي يا هيفا هيفا ايش تصوره ميج اي اميغو تشاو كومي ستاي كابو دي توتي الكابي سي سي certo hai qualcosa su cui scrivere bene Vuole 5 confessioni di rosso e di nero 5 e 10 di confessioni blu. Oh, prestare attenzione, ci vuoi che il marchio è giusto nel costro? Sì, sì, certo. Aspetta un attimo. Dannazione, tu i soldati nelle mani di sbirri, cazzo.
Certamente, dobbiamo essere più attenti. Ciao. وصفة لصفة، شو يرى ستيفانو؟ من عام 71 يسكن في حي شعبي البرتال. حرق الإيطالي عام 94، من وقتها تقاطعت أخباره، بعد عائلته فهمت اللي هو في نابولي كي ولا يبعث لها برشا فلوس. كي اتصلنا بالشرطة الإيطالية فهمنا للسيد هذا ولا يخدم على كامورا، هي من أكبر المافيات غاديك، ولا يخدم في توسكي ترافيك دروغ، يضربوا في الفلوس وياخذوا في كوميسيون على الحوانت. وحسب الانتربول زاده لي لاكامورا واللي تضرب في الورو واللي تخلي الاتحاد الاوروبي. وتو بالنوفيل تكنولوجي نتاع لي زامبريمونت نيميريك الحكايه ولات سهل. المشكله تو اللي مصطفى روح لتونس وكاينه هكا حل الفرع نتاع لاكامورا في تونس. اما الحاجه اللي محيرتني الراجل يضرب في الفلوس والماكينات تعرفوهم يعملوا برشا حس ويسكن في حي شعبي دونك امبوسيبل باش يحط الماكينه هذه في دار غادي. تعرفوا غادي برشا عينين والدار لاصقين بعضهم برشا دخول وخروج. هلا هما عنده رفده باهيه معناتها تخبيه من يصير لها حتى حد. دونك حسب ما فهمت هذا معاه شريك هاكا واحد بالماكينات والتكنيك والاخر باللوكال نجم يكون. والاخر من هذا الكل اللي سي مصطفى هذايا واللي يخدم في حانوت حداد عنده 4 شهور. سهله ياسر كما قلت هيفا حس الماكينات في حومه شعبيه يعملوا برشا حس. هو حل حانوت حداد باش يعمل بها الراجل عنده برشا فلوس يخدم في المافيا باش يغطي بها على حس الماكينات. ايزي لاو هاكا شيء يغم شيء تتليفه. سيف اعطينا الادريس عايش خويا نبعث لكم باراديو راديو يا فهم رجب هاي 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 سيد ديسانت الولاد الو بعد غادي لف لف دفاع 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 بعد غادي شدهم الولاد شد فيسا فيسا ارمي على سقي ارمي هيا عمار جد سركوا الحومه الكل وزع الاولاد هيا وزعوا يا ودي يمشي سركوا الحومه ما ريتش حومه كل معايا يعركلوا فينا اللي عملنا هكا واللي عملنا هكا يفرق الحظ ما غادي يفرق سيف سيف تعزيزات يا سيف ابعث لنا الديبوشير هم من هنا تعدوا من هنا من هنا من هنا مشاهد تعدوا هاكا هرب بدي ما عادش تتحرك كمان معناها كي نوصلوا لراس الفتله وقريب نشدوه خليوه يهرب يا سي حمود المجرم هذا مخطر ياسر راهو ينقص بينا من سطح لسطح هو يقول لك سبايدر مان يا سي حمود راه اسمعني رشيد ترافيكون بتاع فلوس كيما هذا كان شديتوه راك ضربت ترقيه معناها مش باش يترقى سي رشيد اسمع انت اسكت السيد هذايا راهو في حومته وصحابه الكل عاملين له كحزام الامان ما نجمناش نسيطروا عليهم شنو نعملوا لهم نطخوهم شنو نعمل لك رشيد نجيبوا لك لحومتك ولا لدارك باش تشدوا ماك لازم تشدوا في حومته هذه هي مسؤوليتك انت راهو نحملك المسؤوليه اي باهي تو نشوفوا خط اخرى منين بتشوف له خط اخرى تو عنده نهارين ريحته ما ثماش ذاب كي الملحه حاطين عليه العصا قدام داره في حومته بوليسيه بالكسوه بوليسيه سيفيل ريحته ما فماش كيفاش باش نعمل اي ما ننساوش راهو ماناش نتعاملوا مع باندي نورمال ولا واحد بيع في الزاتلة راهو هذايا ستيفانو في المافيا معناها منا الكامورا نحنا حتى حياتنا في خطرتي انا خايف على سيرشيد سي حموده عندي خبر ما فرحش شفما زيد ستيفانو لقاوه ميت فوق سطح في سونتر فيل قتل بون مالا شديناه يا رجب كيفاش شديناه هو مات ميت وشديناه هاي يا عم رشيد هاي هاي عمار خلينا نشوفوه كيفاش مات هاي سي حموده ستيفانو كي مات ارتحت منه القعمور ها توا القضيه ماشيه وتصعاب راي برا فيزا سايس كي تطلع للسطح عم رشيد على رجب اربع رصاصات منهم ثلاثه في الصدر والتقرير نتاع الميدسان الجيست تحضر من بعد ساعه الخيط اللي كان عندنا هردتنا فيه المافيا
يظهر لي يا جماعة تهردنا في الترقية. أربع رصاصات كاليبر قديش؟ كاليبر 9 وديستانس ضرب مع الكرتوش أقل من 10 متر. ساسا وي وي هاي تخبيشة متاع قطوسة ومينيكير ودنيا. تو تحليل الأدين يكشف كل شيء. سيفي يا عم رشيد، يلزمنا 5 أيام باش نخرج الريزولتا. عم رشيد تو أنا عندي 10 سنين خدمة معاكم، الأدين التو اللي دخل المخ. أوه قريب في أمريكا الأدين. It's a kind of information genetic. L'information génétique. مش معناتها جينيتيك. جينيتيك؟ كل واحد فينا عنده اللي جين. اللي جين تنسيق. هاي يا عم رشيد معاش النجمون. آه يا ربي. الخبزة. يا فرجاني ماش مسألة متاع لعب. هذه شبكة عالمية كاملة راهو. يزم برشا كومباس وتخطيط واحد ماله شو الحل؟ هي انا نخدم اخوي انا فرج ريت شبكه وين موجوده رجب سيب الزميل ويمشي يخدم على روح عم رشيد معايا شو فما جديد التخبيشه لقيناها في كرومه ستيفانو دور التخبيشه نتاع مرا هذيك التخبيشه نتاع مرا التخبيشه نتاع نمر اي رجب التخبيشه نتاع مرا ولقينا لا دي ان نتاعها سونيا بن سالم شكون فهم دافير تمشي دي برشا على ايطاليا اما الحاجه لا بلوز امبورطونت هي عندها مطبع ومازالوا كيجيبوا ماتيريال تخي سوفيستيكي لازم يكونوا يطبعوا به في الفلوس كيفاش قاعدين نستناو مال هيا فيسع فيسع اعطي الادريس اللي رجبوا هاي فيمشيوا للدار وانا وعمار تونا طول المطبع هيا هيا يا جماعه هيا قدكش موتيفي يا عم رشيد ملي تحب على الترقيه ايه يا بابا الترقيه هذيك حق من حقوقي اما انا نخدم في خدمتي راه دمت ذخرا وفخرا للوطن هيفا سيف ملي ثبتوا معايا مش ذوافرها سوفيستيكي سيب سيب كان عطيك لدير ازاي؟ حتى هي تطبع في الفلوس مش تحب من ذوافرها ما قلت لك 1000 مرة ما عادش تطلبني في الليل يا اخي ما تفهمش اش فما وشنو الحاجة المهمة اللي كلمت عليها؟ ما تخافش ما عندهم مين يوصلوا أما أنتي حل عينيك كمان واطلب لي كان فما حاجة سفيان خدمة ما بيناتنا خدمة كهو زمتي لو دتو رد بالك لتبدل فينا حد شيء الكابو جوفاني يدور علينا نحن تشاو هذا لو سوا اش عندنا الاولاد اليوم 150 باترون 150 ليتو هنا قسان ديما الاولى انا يرد بال فيها تاكوردو تردو بالكم من الاول انا خا نكلم السيد وي هاكا كيف ما تفهمنا السرعة اي اي مريك مريك 150 كما قلنا شين على زهتك عمار فلوس عندك ديون 17 اللي صرفتهم عليك صرفتهم على بنتك انا وحدي صارف 20 مليون زين شكون قال لك تكربس يا ولدي عمرك شي برا رجع غادي شناوي برا رجع غادي لا ما يجينيش امشي غاديك اسمع سي عمار منو هكا كي نبعثك حد ما عادش ترجعو هي ما مش تحت كربيس الحكاية من علامة تراني هو اسمع عس عليه باش ما يعاودش يعمل رولاد
الو من قبيله نضرب 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 ما مات حد. وي سوني وي شنو بوليس كيفاش بوليس شنو هالزدم؟ اي الحاكم حاكم حاكم الزدم كرتوش كرتوش اسوق اسوق ما تعرف اسوق تو كوبريو بي هاني ماشي هاني خذاو الطياره دوم الحمد لله عليكم متوا سيدي تتبول تقول لك هبط سلاح ما تهبطش في بالك نحنا ما نموتوش ما تفرش عامين تاك تاك ديسونت كرتوش دنيا ماكله بعضها ما مات حتى حد تعرف علاش خاطر مسلسل وممكن فما سيزون 3 تصور يموت واحد منا انا وعامر شي تكون شي مثل سافا ساخك معلم ها اطلب الاسعاف اطلب الاسعاف لا هذا اللي يحب على كفرون هذا هيا جيبوه جيبوه برقاويات جيبوه هذاك جيبوه ايش يا بابا ايش عالسلامة انت المعلم لا خاتيني مالش كون المعلم هون لا ثم معلمة فماش معلم يا مرحبا اي ويلي مشيت وين مشيت طيب مش كنت تتكلم في التليفون انت قبيلة هات هاتك التليفون هات ولا اخر ابل ليه دقيقتين ونص سيف تسمع فيا لوكاليزي لي نمرو ذاي وين كان يطلب كسكبيت كات كسكمتك عشت كسكمت وديكو ديلي كلامي من حب يفهم واحد في بالك سيف ذا يطلعك ولا كان كلمت القمرة يدي مسلسل صارفين عليه راه برشا امكانيات ها ورجع ها سيف مطار فوالا عرفتك مشيت المطار مشيت المطار سيق يعطيك الصحة عم رشيد معلم وانت يقعد ميت ها ولا كانش ما تخلص شيء يزي متبهنيس ما في بينا بيك تمثل امشي اي يا سام يا المطار المطار فيسع المطار يا جماعة اي يا باين تو ذا بوغي سوف سوف ذا بوغي تو ذا بوغي ذا بوغي ذا بوغي اتو ذا بوغي ذا مذر بوغي ذا بوغي ا دير جو لايك سيمبل اند بلين از بامل ا بيسيك زولو رينج مان روكن اميز مان فلاكو ريديو فروم هافن ا بيفمنت ديف اونلي از ا فيس تو فروم نوتن تو بلاي وذ سبيند تايم هيتين ات بات ذات اينت تشينجين ات جو جيف ات تو مي نوبادي از سينج ات ديفور موفن اون ا بيس ستيمولس ستاندين ان ذا توايلايت ام واتشين يو جيت ات ان ذا وولز تشيمبلين بنتي وانت تمشي من هنا يا بيبي فراتي تبعوني ايجا عمر شي درش تسجيل ليش موسكو زريخ تطلعش مشيت الفلايت هذا ليه ليه عمر شي فلاي هذيك فلاي فول معناها اه اسمع ايجا خلك مشيش تحكي على رجب هذي ليه عاد سرك في بير سلي عني بي عمر شي رجب رجب يز يا عمار انضباط الفم هات انت يا شو اسمك انت يا عمر شيت ما نشرف له تو اللوجو في مراه يا عمر شيت سيب 36 عمر شيت هاي قدام ميرسي ستار عليك يسرك في بالك ليا برشا اللوج فيك ضربت فيا عمر شيت سي غراف لا لا سي با غراف دو تو C'est un accident de parcours entre policier et une citoyenne. اي نطلبوا منها السماحه اذا لزم واذا لزم زاد نستدعاو اون في اي بي هاي الاولاد ما لا فرحوا لي فيها الفليجه كل شيء هزوها في اي بي مدام وين كنت ماشي انت روما باش نبدلوا لك ليجيرمون لا ديستيناسيون باش تولي برج الروما الاولاد هزوها فرحوا بها في اي بي الاولاد تريتمون دو فافور كل شيء بونسيون كومبليت كل زمر جاب يعمل لها مساج آه بعد الانتريت واحد يضرب لها جميعتين ثلاثة في روما بعد يابط الباليرم عمر شيد وي اسمها محمد نيذال شنو ترى اسمع عمار مش خاطر نسبتني باش تولي تلعب في الزقارة تعمل هكا ولا هكا وراس ولدي العزيز المنقلك انا بابا ما نعرفوش في الخدمة داكوردو كليت فطيرة عمر شيد؟ لا 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 كليت الكافيار I love you عمر شيد روما روما روما
time side. Staying alive was no job. Had second hands. Moms bounced on old men. So then we moved to Shaolin land. A young youth, you're rocking the gold tooth. Low goose, only way I begin to G-York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one. Pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking rules at 16. And running up in gates and doing hits by high stakes. Making my way off fire skates. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would flow off and try to get the dough off. Sticking up white boys on board. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick ass click and went all out. Catching keys from cross seas. Rolling in MPVs. Every week we make 40 G's. Yo, nigga, respect my a nigga to Tech Notch. Bow, move from the gate now. Cash moves everything around me. Green, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash moves everything around me. Dollar bill, yo. It's been 22 long, hard years. I'm still struggling. Survival got me bugging, but I'm alive on arrival. I peep at the shape of the streets to stay awake to the ways of the world, cause shit is deep. I'm in with the dream, with plans to make cream, which fail. I went to jail at the age of 15, a young buck selling drugs and such, who never had much, trying to get a clutch of what I could not. Court play me short, now I face incarceration, pacing, throwing up states, my destination. Handcuffed and back.